السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بالمقاومة والجهاد والصمود، وحيا الله شعب فلسطين وشعوب أمتنا العربية والإسلامية الذين يصمدون ويقاتلون في مواجهة العدو الصهيوني. نواصل معكم هذه المتابعة الإخبارية كما تتواصل المعركة في ميادين الشرف والبطولة والعزة في قطاع غزة الصامد بين المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الصهيوني التي بدأت تحشد قواتها من أجل الانقضاض على غزة في عدوان بري بعد أن استنفذت على ما يبدو الكثير من أسلحتها الجوية والضربات الجوية التي حولت كثير من الأماكن والمناطق السكنية إلى رماد مع الأسف الشديد، لكن الشعب الفلسطيني ما زال يخرج لهم من تحت الأنقاض بعد كل ضربة. كل ذلك يحصل وسط نفاق غربي أمريكي ليس نفاقا وليس انحيازا، هو أكثر من ذلك بكثير، هو شيء لا يوصف في الحقيقة، هو التحام عقائد والتحام قوى والتحام أيديولوجيات والتحام مصائر بالنسبة لهم. هؤلاء الذين صنعوا الكيان الغاشم وجعلوا منه دولة، وبعد ذلك بدأوا بمحاربة الشعب الفلسطيني على مدار 70 سنة ماضية، ثم جاءوا يدعمون هذه المارقة إسرائيل في حربها ضد المقاومة الفلسطينية، ويكذبون كما يتنفسون في محاولة لتشويهها والانقضاض عليها، بينما الحقيقة والواقع يقول بأنه لا يمكن اجتثاث أي مقاومة من شعبنا الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني كله هو شعب مقاومة وشعب صمود وتحدي. إذا نحن معكم في هذه التغطية الإخبارية المتواصلة، ونرحب بضيوفنا الكرام عبر الخط الهاتفي معنا من مدينة غزة الأستاذ إياد القرة الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك معنا. سيد إياد مرحبا بك. طيب معنا السيد إياد ومعنا كذلك الأستاذ ساري عرابي لاحقا، والأستاذ أيمن فهمي أبو هاشم سيكون معنا بالإضافة للسيد طارق شندب، ولكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه المتابعة الإخبارية، ونرحب بضيوفنا الكرام، ورحب بضيفي عبر سكايب السيد طارق شندب معنا، مرحبا بك معنا. أهلا فيك عزيزي. أستاذ طارق، نبدأ من آخر ما شاهدناه قبل قليل، وهو المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وبين رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي بدأ فيه بلينكين متأثرا للغاية بما يحصل، وقال بأنني لم آتي بهذا المعنى، لم آتي بصفتي وزيرا للخارجية، إنما جئت بصفتي يهودي، وتكلم عن قصة أجداده، ماذا حصل بهم، وعن حكاياته وحكاية زوج والدته وما إلى ذلك. هذا التعاطف العجيب مع الكيان الصهيوني والحشد الغربي الصليبي لمقاتلة الشعب الفلسطيني الأعزل المسكين في قطاع غزة الذي ليس لديه كل هذه القوة حتى يحشد له كل هذا الحشد، كيف تتابع ذلك؟ يعني دعني أولا أعلن تضامني مع الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين المحتلة في غزة التي تضرب وتقصف بأبشع وأعنف آلات القصف الهمجي وبأعتث رسانة حربية زودها الغرب لدولة الغيان الغاصب إسرائيل. ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وما يشاهده العالم على شاشات التلفزة هي جرائم إبادة، هي جرائم حرب، هي جرائم ضد الإنسانية، هي جرائم لم ترتكب منذ بداية هذا الكون. ولكن للأسف هناك من لا يريد أن يرى الحقيقة، وهناك من يصفق للقاتل ومن يدعم القاتل ومن يدعم المجرم. وزير الخارجية الأمريكي كان متماهيا تماما مع خطاب نتنياهو وخطاب قادة الكيان الصهيوني المغتصب لأرضنا ولبلادنا. هذا الخطاب لا يليق بوزير خارجية تدعي أنها دولة كبرى، تدعي أنها من مؤسسي الأمم المتحدة، تدعي أنها تعمل على إحلال السلام في المنطقة وفي العالم. للأسف كان وزير الخارجية الأمريكي يتكلم بلهجة المحتل، بلهجة
وخطاب القاتل والمجرم، يشجع المجرم على إجرامه ويتبنى كامل المقترحات وما يطلبه المجرم. كذلك كان خطابه واضحا في التعبير على أن من لا يقف مع دولة الكيان الصهيوني في المنطقة هو ضد الكيان الصهيوني وضد أمريكا. نعم، وهذا خطاب يذكرنا بالرئيس الأمريكي أبان، يعني عندما كان هناك اعتداءات 11 من أيلول، جورج بوش الذي كان يقول من لا يسمعنا فهو ضدنا. وهم يريدون أن يقلبوا الحقيقة ويتبنوا روايات كاذبة عن عمليات قتل جرت لمستوطنين وغير ذلك، التي نفتها وسائل الإعلام الغربية بعدما تبناها بايدن البارحة ثم عاد ونفاها البيت الأبيض، من ضمن السياسة الصهيونية القائمة على البروباغندا الإعلامية لتشويه صورة الشعب الفلسطيني وصورة المقاومة الفلسطينية وحقها في استرجاع أرضها. ما يرتكبه نعم، الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني، ما نشاهده حتى اللحظة، هو عمليات قتل ممنهجة، هو إبادة جماعية، هي أكثر من جرائم حرب، هي أعمال جرمية لا يمكن وصفها وسط نعم. سكوت وتآمر دولي على هذا الشعب المسكين. أستاذ طارق، كما تلاحظ المسألة لا تتعلق فقط بالموقف الأمريكي المنخر تماما مع المشهد الصهيوني، إنما أيضا الغرب بصفة عامة، كثير من دول أوروبا ساهمت بشكل فعلي. يعني الألمان يرسلون مسيرات وأسلحة للكيان، بريطانيا كذلك الأمر، بلجيكا منعت أدنى أنواع التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى برفع العلم الفلسطيني أو أي شيء. اسمح لي أطرح هذا السؤال عن الموقف الغربي وكيف يمكن فهمه في ضوء عقيدتهم التي تتحدث عن حقوق الإنسان وما إلى ذلك من هذه الخزعبلات. اسمح لي بعد أن أنتقل إلى غزة، ومعنا من هناك الأستاذ إياد القرة، الكاتب والباحث السياسي. نتمنى لكم السلامة إن شاء الله أستاذ إياد، والنصر والتمكين. أهلا بك، حياكم الله استاذ محمد. حياكم الله. استاذ اياد، كيف تبدو الامور في قطاع غزه بعد استمرار القصف المتواصل ومحاوله اتباع سياسه الارض المحروقه في القطاع؟ الاحتلال للاسف، الاحتلال الاسرائيلي بشكل واضح الان هو يستخدم اقصى ما لديه من القوه لاباده المواطنين الفلسطينيين. أنتم تشاهدون أكيد على البث المباشر، وأنت تعرف غزة بتفاصيلها. لا شك، هناك استهداف لعشرات العائلات، قد يكون اليوم من ساعات مساء الأمس حتى الآن قد يصل عدد الشهداء إلى 500 شهيد، وإضافة إلى ما كان سابقا، يعني قد يتجاوز اليوم عدد الشهداء 1800 إلى 2000 شهيد. أنا أتحدث خلال اليوم الواحد فقط 600 شهيد. الاحتلال الآن هو متشجع بالدعم الأمريكي والدعم الغربي بأشكاله المختلفة، وشاهدنا وزير الخارجية الأمريكي اليوم جاء إلى إسرائيل ويدعم، وقال نحن جئنا لنبقى هنا. في المقابل حتى نكون أكثر وضوحاً، هناك تخاذل عربي، هناك تخلي عربي كل المستويات، منها الشعبية ومنها الرسمية ومنها البرلمانية وغير ذلك، حتى المواقفات والتظاهرات والاحتجاجات وما شابه ذلك. ونحن اليوم نتحدث عن اليوم السادس وغدا الجمعة. هذا التخاذل العربي أو التخلي العربي الشعبي والرسمي، الشعبي والرسمي والفصائل والأحزاب والهيئات العربية، يمكن القول أنه لها غياب تام عن هذا الفعل. نعم. بينما نشاهد الإعلام الغربي متجند تماما لصالح الاحتلال الإسرائيلي ورواية الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو يكذب ليلا نهارا ويتحدث عن داعش ويتحدث عن قطع رؤوس الصهاينة وغيرها، وهذه أكاذيب لا وجود لها في الحقيقة. لكن بالمقابل للأسف العرب لا زال موقفا ضعيف في التعامل مع هذا الأمر. قد يفهم، أو يمكن أن نقول ليس يفهم، لكن نعرف أن الحكام العرب والمصريين العرب لديهم حسابات وهم تبع للاحتلال للولايات المتحدة وغيرها، ولا يتجرؤ أن يتخذ قرارات غير ذلك. لكن لا مبرر للشعوب العربية أن تقف هذا الموقف أحيانا المتفرج. للأسف يعني نضطر أن نتحدث في هذا الكلام، لكن لأن الجرح عميق نتحدث. وما حققه الفلسطينيين في قطاع غزة يوم السبت الماضي هو مفخرة تاريخية للأمة العربية والإسلامية
التي باع حكامها في 48 فلسطين، بينما الفلسطينيين في يوم السبت، في اليوم المعروف والمشهود، استطاعوا ان يوجهوا ضربه للاحتلال الصهيوني والمشروع الصهيوني على مدى منذ عام 48. يستحقوا ان يكون لديهم دعم على الاقل شعبي، على الاقل جماهيري، على الاقل الاحزاب والمنظمات العربيه المختلفه. لم حتى الان لم لا يشكل هذا الضغط لا على الاحتلال ولا يشكل ضغط على المجتمع الغربي. المجتمع الغربي اليوم متجنب لصالح الاحتلال الاسرائيلي وروايته، بينما للاسف العرب لم يتبنوا هذه، هم مجرد ناقلين لهذا الخبر ولا يتبنوا. لذلك لم نجد لا وقفات الان الامتحان الحقيقي لهذه المواقف هو غدا الجمعه. هل فعلا سيتحرك العرب في صلاه الجمعه وهم ذاهبون لكي يصلوا صلاه الجمعه ويعبر فيها عن عبادتهم بدعم القضية الفلسطينية، أم سيذهبوا لصلاة أستاذ الجمعة إياد؟ أستاذ إياد، نحن نحاول أن نستثمر، نعم نحاول أن نستثمر وجودك هنا، وأرجو أن يعني يحتملنا أستاذ طارق، سنعود إليه لاحقا. لكن سيد إياد، يعتقد بأن غزة وفلسطين بشكل عام لو انتظرت يعني هذه الجهود العربية أو الإسلامية لما فعلت ما فعلته. يعني غزة وفلسطين تقدمت خطوات واثقة وكبيرة على مسألة الانتظار، وحتى لو لم يخرج الناس غدا، بالنسبة لكم في قطاع غزة، طبعا أنتم يعني لستم منفصلين عن هذه الأمة، ولكن بسبب أسباب كثيرة جدا، حتى لو لم يحصل التأييد والنصرة المطلوبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كيف تقيمون الوضع في قطاع غزة من ناحية صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة الفلسطينية؟ وهل هي فعلا ستحول القطاع إلى مقبرة للغزاة في حال أنهم قاموا باجتياح؟ نعم. مرة أخرى أستاذ محمد، أنت تعرف جيدا غزة تستطيع أن تصمد، هي استمرت في عام 2014 بإمكانيات أقل بكثير وظروف مختلفة تماما 51 يوما ولم ترفع الراية، وكل واستخدم الاحتلال كل الأساليب وارتقى في ذلك الوقت 3500 شهيد. هل استسلم الفلسطينيون أو تراجعوا؟ بالعكس، وفي هذه المرة أيضا هم لا وثق أنهم بادروا في هذه العملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ردا على اعتداءاته على المسجد الأقصى واعتداءاته على الفلسطينيين وحصار قطاع غزة. نحن لا نطرح هذا السؤال مع تقديري لك يا أستاذ محمد، غزة هل ستصمد أم لن تصمد؟ غزة يمكن أن تصمد حتى آخر فلسطيني ليس لديها مشكلة في هذا الموضوع، وغزة على مدار السنوات العقدين الأخيرين استطاعت ان تقدم وتبني نموذج، كما قلت لك فشل العرب في بنائه من عام 48 حتى اليوم، ليس هذه الاشكاليه، لكن اعتقد انه يجب ان يكون واضح انه هذا الامر، قد يكون هناك بعض العرب من ساعد وهذا ليس، نحن لسنا في دائره اللوم، نحن في دائره العتاب للاخوه والاشقاء ان يستدركوا هذا الامر جيدا ويتعاملوا على هذه القاعده. في كل الشعوب العربيه هناك منظمات وشخصيات ودعاء وعلماء هم من قدموا وساعدوا القضية الفلسطينية، وهذا دورهم، لذلك وهذا دورهم ومطلوب منهم في هذه المرحلة، لأنه يجب أن يدركوا الواقع في قطاع غزة صعب. نحن نتحدث عن اليوم السادس، نحن أنت تعرف أستاذ محمد نعايش الناس في أوضاع كارثية، لا يجد المواطن الفلسطيني، أنا لا أتحدث عن المواطن الفلسطيني، نعم، الصامد، عن الحاضنة التي احتوت المقاومة على مدار السنوات، لا يجد ماء، لا يجد مكان ليقضي حاجته، لا يجد. أن تتحدث عن وكالة الغوث التي تقدم للمواطن الرجل الكبير، تقدم له خبز، وأنت تعرف خبز الذي لا يتجاوز كف اليد الواحدة في كل يوم، نعم، وتقدم للطفل نصفها. تخيل هذا واقع موجود، أنا متأكد أنك مطلع على هذه التفاصيل. هذا واقع قطاع غزة اليوم، مستشفيات، نعم، أنا تنقلت بين المستشفيات بحكم عملنا الإعلان وملاحظتنا، المستشفيات لا تتوقف سيارات الإسعاف عن نقل عائلات كاملة، سيارات الإسعاف تجد فيها الأب شهيد والأم شهيد وطفل، وتجد فيها أحيانا ثلاث جثث لأبنائهم، وتجد طفلة ولا طفل جريح من بينهم، أنا شاهدت ذلك بيوم عيني. هذا واقع المستشفيات في قطاع غزه، لا تجد فيها ادويه اكثر من المسكرات موجوده، لانه حتى لو كانت موجوده هي استنزفت. انا اتحدث عن 6000 شهيد، عفوا، عندك 1000 تقريبا 600 شهيد حاليا، وعندك تقريبا 6000 جريح، 6000 جريح، يعني كل واحد من هؤلاء الجرحى يحتاج الى سرير، يحتاج، نعم، الى متابعه، وانت اصلا الطاقه الاستيعابيه لمستشفيات قطاع غزه هي بالاساس لا تتجاوز 2000 سرير طبي بالمفهوم الذي نتحدث عنه، فبالك حينما تتحدث عن 6000 جريح، وتتحدث احيانا فيها بوجودها 2000 مريض ذو الامراض المزمنه والامراض المختلفه، هذا واقع موجود. الكهرباء عمليا الاحتلال قطعها بشكل كبير،
المياه عمليا ايضا قطعها بشكل كبير، ويتم الاعتماد على الابار الاحتوازيه التي تحتاج الى وقود لتشغيلها، والوقود عمليا بدا ينفد حقيقه. هذا واقع عمليا، هذا الواقع المؤلم والمؤسف. لكن انا لا اربطه، هل غزه في الفصل؟ سؤال صمود غزه، هذا سؤال انا لست معه، لان غزه صامده بمن يدعمها وبدون من يدعمها، ومن يدعمها هو ينال الشرف لدعمها. أشكرك جزيلا أستاذ إياد القرر، الكاتب والباحث السياسي. طبعا سؤالي كان في الحقيقة على عكس ما فهم الأستاذ إياد، وجيد ومن الممتاز أن استمعت إلى هذه الإجابة الرائعة من فلسطيني صحفي وإعلامي زميل فاضل، تحدث بلسان المنتصر والواثق بشعبه وبمقاومته. شكرا لك سيد إياد. أرحب الآن بالأستاذ أيمن فهمي أبو هاشم، انضم إلينا عبر سكايب. مرحبا بك معنا بالطبع، بالإضافة للأستاذ طارق شندب الذي كان معنا قبل قليل. أستاذ أيمن، كما تلاحظ هناك محاولة لحشد رواية من لا شيء، من الأكاذيب والافتراءات والمزاعم. يعني هم قالوا حتى الآن كل ما قالوه الصهاينة والأمريكان والغرب وروجوه، جزء كبير منه اعتذروا عنه وتراجعوا عنه في الصحافة العالمية، وجزء الأكبر منه أصلا كان مجرد أكاذيب وافتراءات، وكذبته المقاومة بالفيديوهات التي أصدرتها وربما تصدرها لاحقا خلال الفترة المقبلة. لكن هم لماذا يحتاجون إلى هذا الضخ الإعلامي، كما كذبوا من قبل في كل المراحل عندما قالوا أنه يوجد في العراق على سبيل المثال سلاح ذري أو نووي وما إلى ذلك، ثم تبين فيما بعد أنه لم يكن يوجد شيء؟ لماذا يكذبون بينما هم صنعوا رواية وسردية صهيونية غربية من الصفر؟ لم تكن هناك أي رواية تتعلق بالوجود الصهيوني أو اليهودي في أرض فلسطين، صنعوها من الصفر ونسجوها من خيالهم، ثم عندما احتلونا بعد 75 عاما يقولون الآن بأن الفلسطينيين يقومون بمهاجمتنا. لماذا باعتقادك يحرصون على وجود سردية ورواية معينة رغم أنهم قادرين على فعل أي شيء بدون هذه الروايات؟ بداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وأيضا لمتابعين القناة. الحقيقة هذا أمر متوقع جدا، أن يعملوا على ترويج رواية تغطي على الإجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة وعموما في كل فلسطين. هذا غير مستغرب أبدا، ولأسباب لها علاقة بالمصالح التي تربط سياسات الحكومات الغربية مع هذا الكيان منذ تأسيسه عام 1948. مع ذلك نحن نرى أيضا أنه في هناك يعني من يحاول أن يعبر عن الحقيقة، حقيقة ما يجري في فلسطين، وهناك بالفعل أحيانا تصدر آراء حتى من الغرب، من إعلاميين وصحفيين وناشطين لديهم أيضا مواقف حرة، يعرفون ما يجري تماما. لكن اليوم المطلوب، أنا رأيي أنه في الساحة العربية تحديدا أنه يتم في هناك إيجاد يعني موقف شعبي يدعم ويحصن حياة الفلسطينيين المدنيين المعرضة الآن لحرب إبادة جماعية. هذا هو الآن الأولوية الأولى، وهذا ما ينبغي العمل عليه بالتركيز على الخطاب أيضا الحقوقي، بمعنى كشف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال باتجاه المدنيين في قطاع غزة، والعمل على فضح هذه الجرائم، وإعادة أيضا يعني توصيف هذه الجرائم بدقة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم إبادة جماعية وجرائم أيضا ضد الإنسانية وجرائم حرب. وهذا أمر أنا في رأيي الآن في غاية الأهمية، لأنه يجري الآن تسييس، كما تحدثت حضرتك، تسييس ما يجري من خلال بروباغندا إعلامية تضلل الرأي العام على حقيقة ما يجري في فلسطين. والمطلوب فعلا الآن أن يتم يعني شرح وتوضيح الحقائق ضمن الساحات الدولية، ولكن أيضا يجب أيضا عدم إغفال دور الشعوب العربية في هذه اللحظات الرهيبة التي تواجه يعني أكثر من 1,200,000 من أهلنا الفلسطينيين في غزة، ولا نغمض أعيننا أيضا في ذات الوقت عن ما يتعرض له أهلنا في الضفة الغربية على يد المستوطنين أيضا من اعتداءات ومن جرائم. وبالتالي هذا هو اليوم العالم الغربي، طالما أنه كمان ممكن مخاطبته باللهجة أو باللغة القانونية والحقوقية، هذا أيضا ينبغي أن نركز عليه.
من خلال نقل حقائق ما يجري في الداخل الفلسطيني، وهذه مسؤولية طبعا كل العاملين في الشأن العام والمتصدين لهذه المهام. وأعتقد أن الإعلام الآن له دور فعلا كبير في هذه المسألة. نعم. طيب، هذا الدور الذي تتفضل به تقوم به بعض الوسائل العالمية وبعض المنظمات وما إلى ذلك، لكن كما قال السيد إياد قبل قليل، كل هذه الجهود التي نراها الآن ليست على المستوى المطلوب، ليست على مستوى الجريمة الصهيونية في قطاع غزة. لماذا لا تتفاعل الأمة بالمستوى المطلوب؟ طبعا هذا السؤال، يعني دعني أقول لك، هو السؤال الاستنكاري المفتوح بصراحة منذ عدة سنوات. يعني هذا السؤال ليس جديد. غزة خلال 7 حروب ماضية دائما هذا السؤال يتم يعني إطلاقه بإلحاح، أنه أين هي الشعوب، أين هي الحكومات العربية، أين هي جامعة الدول العربية، أين هي مؤتمر أو مؤتمر يعني منظمة المؤتمر الإسلامي أو غيره. أنا رأيي هذه الأسئلة لم يعد لها قيمة الآن بصراحة. والسبب أنه في هناك جملة من الترابطات الأنظمة العربية الرسمية مع الكيان الصهيوني، وتحديدا بعد يعني اتفاقيات التطبيع، في هناك مصالح للأنظمة مع إسرائيل ومع الغرب تلعب دورا أساسيا في محاولة يعني إسكات وإخراس الشعوب العربية كي لا تعبر عن موقفها الحقيقي المتضامن والمساند للشعب الفلسطيني. وبالتالي أنا حقيقة يعني إذا كان من تعويل فعلي، هو التعويل دائما على قدرة هذه الشعوب على كسر هذه المعادلة. يعني الآن سنرى أنه كيف ستكون صورة الصراع في المرحلة القادمة. بالمناسبة هنا سأشير إلى قضية، يعني هناك البعض يعني يحاول أن يختزل الصراع فقط ما بين حماس وما بين الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أنا برأيي فعلا اختزال المشهد، وخصوصا أنه تجري الآن محاولة يعني شيطنة كل من يدافع عن وجوده وعن مشروع المقاومة بأنه إرهابي. هذا كلام غير دقيق. كثير من الفلسطينيين الذين يختلفون مع حماس وأنا منهم، نحن الآن ندافع عن حق شعبنا في المقاومة وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، وهذا حقنا تماما. وبالتالي الآن يجب أن يتم التركيز على هذا الأمر، وهو كيف تستطيع أيضا يعني كيف يمكن العمل مع الشعوب العربية كي تأخذ دورها، أن لا تبقى رهينة الأنظمة، وأن تعبر عن مواقفها بكل صراحة، أن تخرج إلى الساحات، إلى الميادين، إلى الشوارع، لتعبر عن رفضها وإدانتها واستنكارها لهذا العدوان الهمجي الذي تتعرض له غزة. نعم. وهذه مهمة أيضا يجب التركيز عليها في هذه الفترة. نعم. طيب، أرجو أن تبقى معنا سيد أيمن. أعود للسيد طارق. كنا نتساءل معا سيد طارق حول هذا الموقف الغربي، يعني الموقف الأمريكي قد يكون متفهما، لكن الموقف الغربي من ادعاء الديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، حتى كلمة واحدة لم تصدر عنهم، موقف واحد لم يصدر عنهم، بل قالوا أننا سنعاقب كل من يناصر الفلسطينيين، ولم يفرقوا إن كان يجوز التفريق بين الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة الذين يعلمون جيدا بأنه محاصر ويقتل في كل الحروب السابقة، وبين العسكريين من أبناء المقاومة الفلسطينية. حتى في هذه لم يجاملوا ولم يتذكروا أنهم يصدرون للعالم بأنهم رعاة لحقوق الإنسان وما إلى ذلك. كيف تفسر هذا الشيء؟ أولاً دعني أوضح أمر أساسي، أن المقاومة هي حق أساسي ومشروع لأي شعب أرضه محتلة، وهذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي. ثانياً، هذا دعني أقول يعني هذا العهر الغربي الذي ظهر يجب أن نعرفه، وبخاصة موقف بريطانيا، موقف ألمانيا، موقف بلجيكا، موقف فرنسا، مواقف مخزية وملونة، وهي تعتمد سياسة استنسابية ودبل ستاندر كما يقال في الإنجليزية، أو المعايير المزدوجة. فمثلا عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا، الكل تحرك بحجة حماية الشعب الأوكراني وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، وتحركت محكمة الجنايات الدولية وأدانوا واستنكروا الغزو الروسي. الآن عندما قام الشعب الفلسطيني أو قسم منه بحقه، وهو شعب محاصر منذ 20 سنة ويقوم بالدفاع عن نفسه ومحاولة الخروج من السجن الكبير ومن هذا الحبس الكبير، تغيرت المعايير عند هؤلاء الغربيين وانفضحت وانكشفت
يعني كشفت سريرتهم. لا ننسى أن فلسطين التي سلمت للصهاينة تمت بموجب اتفاقية سايكس بيكو التي رعاها الغرب البريطانيين والفرنسيين والمباركة الأمريكية، وأن بريطانيا من سهل ذلك وأن فرنسا من لعبت دور أساسي. ولكن المشكلة ليست في هذه الدول التي يجب أن نعرف كلنا كمسلمين وكعرب حقيقة هؤلاء ومواقف هذه الدول التي هي تعتمد فقط على البروباغندا الإعلامية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتي هي ترفع هذا الشعار وتحميه فقط في عندما تكون لها مصالح، أما عندما لا يكون لها مصالح فهي تعمل بعكسه، وهذا ما رأيناه واضحا وجليا أثناء العدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ 5 أيام. ولكن الأسف هو كذلك على الدول التي تدعي أنها من محور الممانعة، وعلى الأحزاب والحركات التي كذلك تدعي أنها سوف تقف مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية. لم نراها تحرك حجرا واحدا ولم تضرب رصاصة واحدة إلا فرقاعات إعلامية. أين هو حزب الله اللبناني الذي صدع رؤوس العرب والمسلمين بالمقاومة؟ ما زال يلتهي بذبح الشعب المسلم في سوريا. أين هي كتائب أو ميليشيات إيران في العراق التي صدعت رؤوسنا؟ أين هي ميليشيات الحوثي التي صدعت رؤوسنا بالحرب على أمريكا؟ كل هؤلاء أظهرت هذه الحرب وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني أنهم عملاء أكثر من الدول الغربية التي وقفت. هم اشترطوا كما تعرف سيد طارق، اشترطوا تدخلهم بتدخل الأمريكان في هذه الحرب. ابقى يعني معنا أستاذ طارق. الأمريكان جاءوا وأرسلوا السلاح. وإسرائيل هي صناعة أمريكية، ولكن هؤلاء يحاولون أن يجدوا مبررا. فرنسا اتصلت بحزب الله وقالت له لا تتدخل في الحرب، وهذا أمر واضح. اليوم الرئيس الأمريكي السابق ترامب فضح نتنياهو الذي رفض أن يشارك في عملية مقتل سليماني، والذي قال لترامب كذلك أنه مولع أو معجب بسياسة وتفكير حسن نصر الله، لأن المصالح المشتركة التي تجمع إيران وإسرائيل هي ذاتها، وتركوا الشعب الفلسطيني يذبح. نحن نقولها بكل وضوح، نحن مع الشعب الفلسطيني، وعلى الدول العربية والإسلامية أن تعي حقيقة أن هذا الشعب هو شعب يعاني الاضطهاد والاحتلال، وأن حقه بالمقاومة وحق أساسي، وأنهم كشفت كذبة محور الممانعة، بل أن هذا المحور هو بالأساس. تبقى معنا، سنعود للحديث معك، ولكن أرحب الآن بضيفنا عبر سكايب من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني السيد ساري عرابي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. كيف تصف هذا المشهد، هذا الاختراق الكبير في الذي حصل في الكيان الصهيوني، في ضرب استراتيجيته ومناعته القوية سيترك آثارا كبيرة، ولعل الأمور بدأت تتشكل أكثر فأكثر الآن. نحن الآن أمام إنجاز التعبير فزعة صليبية غربية، أمام ضعف وتخاذل إسلامي كبير، وأمام صمود لشعب فلسطين في قطاع غزة وفي كل مكان. أمام هذا المشهد وتشكل ملامح الأمور أكثر فأكثر، ماذا تتوقع سيد ساري؟ يعني الحقيقة هذه المواجهة من أصعب المواجهات التي من الممكن أن نتوقع لها سيناريوهات مرجحة. نحن في كل المواجهات السابقة مع المقاومة داخل قطاع غزة بحكم التجربة بطبيعة الحال كنا نعرف السقف الذي من الممكن أن يذهب إليه الاحتلال الإسرائيلي، وهذا تحديدا من بعد مواجهة العام 2014، لأن مواجهة العام 2014 هي كانت المواجهة الأكثر ملحمية وكانت المواجهة الأطول، طالت تقريبا 51 يوم، والمواجهة التي حاول أن يدخل فيها الاحتلال الإسرائيلي دخولا بريا إلى داخل قطاع غزة. منذ ذلك الوقت يعني هناك سقف واضح لسياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة. الذي أوجد الفارق هذه المرة ليس الاحتلال الإسرائيلي، الذي أوجد هذا الفارق هذه المرة هي المقاومة الفلسطينية التي قررت أن تأخذ بثأرها وأن تحقق إنجازها قبل أن تتلقى هي ضربة من الاحتلال الإسرائيلي. كان واضح بعد العام 2021، يعني بعد معركة سيف القدس أيار مايو 2021، أن الاحتلال الإسرائيلي في تلك المعركة قد تلقى لطمة، ولذلك كان حريص على تكريس سياسات جديدة يسميها تعزيز الردع تجاه قطاع غزة، ومن ثم ضرب قطاع غزة بعد العام 2021 أكثر من مرة، في 2022 وفي 2023. وكانت قيادة رأس المقاومة في قطاع غزة تحديدا كتائب الشهيد عز الدين القسام تدرك تماما، ولا سيما بالنظر إلى الترتيبات الأمريكية والإقليمية للمنطقة العربية والتي تهدف إلى
تصفية القضية الفلسطينية أن هذا يتطلب تصفية المقاومة داخل قطاع غزة، وبالتالي كان في معلومات تحدثت عنها قيادة المقاومة أن الاحتلال يدبر ضربة كبيرة للمقاومة في قطاع غزة بعد انتهاء الأعياد اليهودية أو قبيل بين يدي الانتخابات الأمريكية، ومن ثم قررت المقاومة لا تتلقى الضربة وإنما أن تأخذ بثأرها وأن تحقق إنجاز استراتيجي. ما حققت المقاومة الإسرائيلية ليس فقط ثأرا أو إثخانا في الاحتلال الإسرائيلي، لا، ما حصل اليوم هو خلخلة في العالم وليس فقط في الإقليم العربي وليس فقط في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، هي هزة سوف نرى آثارها على المدى المتوسط يعني أبعد تقدير. ما حصل اليوم هو في نتائجه يعني يشبه حرب تشرين أكتوبر، يشبه حرب العام 67، يشبه أحداثا كبيرة خلقت أوضاعا جديدة في المنطقة العربية. الإنجاز اللي حققت المقاومة على المستوى العسكري والاستراتيجي يحتاج الاحتلال الإسرائيلي إلى بضع سنوات كي يقوم منه، هذا ليس على صعيد المبالغة. يعني الآن بدأ الاحتلال الإسرائيلي يتحدث بالتدريج، فضلا عن خسائره في القتلى عموما، ولكنه بدأ يتحدث بالتدريج عن خسائره على المستوى العسكري والأمني، يعني بمعنى على المستوى الاستراتيجي، يعني عدد الضباط والجنود الذين قتلوا، عدد الضباط وجنود الشباك يعني جهاز الأمن الداخلي الذين قتلوا أو أسروا لدى المقاومة الفلسطينية. نحن اليوم نتحدث عن تدمير، عن إبادة فرقة غزة بالكامل، وهي الفرقة التي كان دائما منوطا بها اقتحام غزة أو يعني المسؤولية عن العمليات العسكرية ضد أهلنا تجاه قطاع غزة. كل النقاط العسكرية المتقدمة والنقاط الأمنية المتقدمة جرى تدميرها، بما في ذلك مصادرة أجهزة كمبيوتر وسيرفرات لأجهزة المخابرات الإسرائيلية بالإضافة لوثائق، والإضافة إلى اعتقال ضباط مخابرات إسرائيلية سواء في جهاز الشباك أو في شعبة الاستخبارات، استخبارات الجيش أمان. ومن ثم هذه العملية التي قامت بها المقاومة بالإضافة للأبعاد المعنوية على المستوى الاستراتيجي، وهذا مهم جدا، تحطيم صورة إسرائيل، لطم إسرائيل هذه اللطمة، استعادة الثقة ورفع ثقة العرب بأنفسهم وثقة المسلمين والفلسطينيين بأنفسهم. لكن على المستوى العملياتي إسرائيل تحتاج إلى بضع سنوات كي تتمكن من تعويض الخسائر، ولذلك إسرائيل تقود هذه الحرب المجنونة على غزة الآن بعطل عملياتي وبعمى استخباراتي. ولذلك من اليوم الأول حتى هذه اللحظة إسرائيل غير قادرة أصلا حتى هذه اللحظة على اتخاذ قرار جريء وواضح بخصوص اليوم التالي، الخطوة التالية بعد كل هذا القصف المجنون. أستاذ ساري، وهذه ملاحظة في الحقيقة، اليوم بدأوا يتكلمون عن أن فلان من القادة هو الذي يقف وهو الذي صادق على قرار هذه العملية، وبالتالي ليس هناك أهداف واضحة لعمليتهم أو لحربهم. يعني أولا بالتأكيد لا توجد أهداف واضحة لسببين أساسيين. السبب الأول كما سلف وكن أن الجيش الإسرائيلي يعاني من عطل عملياتي. ينبغي يعني ألا نقلل من قيمة تدمير فرقة غزة، نحن نتحدث عن فرقة كاملة في الجيش الإسرائيلي هي التي تتولى المواجهة مع غزة، يعني التي تملك الخبرة وتملك المعرفة وتملك الاستخبارات وتملك المعدات وتملك الخطط وتملك الرؤى تجاه قطاع غزة. هذه الفرقة أبيدت، يعني أنت تحتاج أن تعوض فرقة كاملة بخبرة عقود كاملة يعني تجاه قطاع غزة. هذا الأمر كيف من الممكن أن يعوضه الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني نحن نتحدث عن إنجاز استراتيجي، نحن نتحدث عن انتصار عسكري. نحن في الماضي حينما كنا نتحدث عن انتصار للمقاومة كنا نتحدث عن الانتصار بالمعنى الرمزي، بالمعنى التعبوي، بمعنى الصمود، بمعنى الإصرار، بمعنى الثبات، وهذا انتصار بالفعل. لكن اليوم نحن نتحدث عن انتصار بالمعنى العسكري المباشر، نحن نتحدث عن تدمير وعن إبادة فرقة غزة. وأنا واثق يعني طبعا ما عرضوا كتاب القسام كافي يعني لبيان حقيقة ذلك، لكن أنا واثق أن مقاتلي كتاب القسام قد صوروا العديد من الفيديوهات على مستوى الاشتباك العسكري الذي أفضى إلى تدمير فرقة غزة. فهذا سبب طبعا، ويضاف إلى هذا السبب توغل كوادر ومقاتلو كتاب القسام في العمق الإسرائيلي، أيضا هذا يخلق مشاكل لوجستية هائلة للجيش الإسرائيلي. وبالتالي بالتأكيد يعني لا يوجد عند الاحتلال أهداف واضحة لهذه الأسباب. أيضا لسبب آخر، أن الاحتلال إذا كان يعاني من هذا العمل الاستخباراتي وكانت له تجربة سابقة عام 2014 مع الحرب البرية مع المقاومة في قطاع غزة، هو ذاهب إلى المجهول. يعني لو توغل داخل قطاع غزة ودخل يجرب مثلا يعني دخول بري تدريجي، ثم ماذا بعد ذلك؟ ولا يعلم ما الذي سوف يواجهه، لا يعلم الذي خطى هذه الخطوة ودخل أكثر من 45-50 كيلومتر يعني في محيط قطاع غزة، هو مستعد لدخول بري للاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي في تخوف العديد من الأوساط الإسرائيلية والقيادات الإسرائيلية سياسية وأمنية وعسكرية سابقة تحذر وتنبه إلى المخاطر الكبيرة على الجيش الإسرائيلي في حال دخل. ولذلك هو يتحدث أن القائد العسكري الفلاني أو القائد السياسي الفلاني في حماس هو المسؤول عن هذا القرار. أنا أعتقد أن هذا له مجموعة من الأسباب. أولا، لو تمكنوا من اغتيال هذا القائد فهم سوف يعودون بصورة انتصار إلى شعبهم، المسؤول عن العملية قتلنا هذه قضية. وقد يكون يعني هم يحاولون مثلا
من خلال هذه الاعتبارات، مثلا توسيع المواجهة الإقليمية بشكل أو بآخر، أو من خلال دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل بشكل أكبر، أن قيادة سياسية لحماس، وبالتالي يصبح في هناك ضغوطات على دول لها علاقات مع القيادة السياسية لحماس، قد يكون هناك كلام أن هذا القائد السياسي مثلا علاقته جيدة بإيران وهكذا، يعني كلام من هذا القبيل. لكن أنا أعتقد أن الإسرائيلي يبحث عن عنوان يعود من خلاله بصورة إنجاز وانتصار للمجتمع الإسرائيلي. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ ساري، سنعود إليك. أستاذ أيمن، كما بدأنا في البداية، ما يجري اليوم يحول المعادلة إلى معادلة صفرية بين الكيان، بين الاحتلال الصهيوني وبين الشعب الفلسطيني الذي ما زال صامدا ويقاتل بعد 75 عاما على احتلال فلسطين. كل المفاهيم وكل النظريات التي استخدمها الاحتلال من كي الوعي، من محاولة اجتثاث المقاومة، من مسألة التطبيع، من الوصول إلى عمليات سلام، حتى الآن عندما يتكلمون عن شكل الحكم فيما بعد حماس إذا تم القضاء على حماس، لا أحد يعرف ما الذي سيجري، حتى هم لا يعرفون. وهذا يعكس سؤالا أو يطرح سؤالا مهما: العالم الذي يريد أن يتخلص من مشكلة اليوم قد يكون في مشكلة أكبر في المستقبل، يعني ما حصل اليوم قد يكون هو بداية المعارك القادمة لدى الشعب الفلسطيني، وخاصة أن هناك أجيالا الآن لديها ثأر من مسافة الصفر مع الكيان الصهيوني. هناك مئات آلاف الشهداء قتلهم كيان الاحتلال خلال السنوات الماضية. المسألة تتعقد أكثر فأكثر سياسيا وأخلاقيا وعلى كل المستويات. يعني يقال دائما أنه في الحروب تضيع الحقيقة، وبعتقد اليوم أكثر حقيقة يعملون على إخفائها وطمسها هي أن الاحتلال، أي احتلال في العالم، هو احتلال غبي، وأنه تحديدا الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال حقيقة، يعني في قمة الغباء. لأنه الطبيعي كان بعد تجربة هذا الاحتلال مع الشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية، كان يفترض أن يستقي منها دروس وعبر. أول هذه الدروس أن هذا الشعب أثبت أنه لن يتنازل عن حقوقه الوطنية. ثانيا، أن هذا الشعب تمسكه بأرضه وصموده على هذه الأرض أصبح أمرا ثابتا بعد أن امتحن في العام 1948 ما يسمى بالهجيج الفلسطيني الأكبر. وبعد هذا الهجيج أصبح لدى الأجيال الفلسطينية المتعاقبة قناعة بأنه مهما حصل لن يغادروا أرض فلسطين، وهذا أمر ثابت فعلا. قضية ثالثة، إنه هذا الاحتلال أتيح له فرصة كبيرة لعقد يعني سلام أو تسوية مع الفلسطينيين، تحديداً بعد اتفاق أوسلو. وبدلاً من إعطاء هذه الفرصة كل إمكانيات إنجاح ودفع إلى الأمام، هذا الاحتلال نفسه هو الذي بصراحة أغلق كل مسارات التفاوض وكل المسارات السياسية، بل وأكثر من ذلك ضرب عرض الحائط بكل مقررات الشرعية الدولية التي يعني حددت حقوق الشعب الفلسطيني بالحد الأدنى. مع ذلك هذا الاحتلال نراه دائما يلجأ إلى أسلوب العنف، القوة، البطش، التوحش. بالتالي يعني القضية لم تعد لها علاقة بعلاقته أو مشكلته مع تنظيم فلسطيني معين، هي مشكلته فعليا مع الشعب الفلسطيني. حتى لو ذهبت حماس، هل سينتهي الموضوع؟ على العكس، من الواضح تماما أنه في هناك يعني قناعة عامة لدى كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في فلسطين، وبالمناسبة في خارج فلسطين اللاجئين، يعني اللاجئين الآن نصف الشعب الفلسطيني. اسأل أي لاجئ موجود خارج فلسطين عن موقفه من قضيته، سترى بأنه متمسك بحقوقه تمسك كامل كأي فلسطيني موجود على أرض فلسطين. إذن هذه القضية التي غابت عن عقول قادة هذا الكيان هي التي فعليا أدت إلى اختناق هذه الحالة ووصول إلى ما وصلت إليه. وبالتالي إذا كان لديهم فرصة لإعادة التفكير بهذه يعني الضربة الكبيرة التي لحقت بهم، والتي اعترفوا فيها هم يعني قادة الكيان والمحللين الإسرائيليين وكل هذا المجتمع، لأن يعترف يقول نحن تعرضنا إلى زلزال، إلى هزة عنيفة، نحن انكشفنا، نحن انفضحنا. طيب، إذا أمامهم فرصة كبيرة الآن ليعيدوا فعلا أخذ حقوق الشعب الفلسطيني بالاعتبار، وأن يمارس عليهم ضغطاً دولياً حقيقياً، يعني بدلاً من قيام الدول الغربية بدعم إسرائيل ويعني إثبات ولائها الشديد لهذا الكيان. أنا رأيي أفضل حل ممكن أن يقوموا فيه ويخدمون بذلك بمناسبة حليفهم الإسرائيلي أيضاً، هو أن يدفعوا باتجاه الإنصات لصوت السلام والعدل ومنح الحقوق للشعب الفلسطيني.
إذا تم ذلك أنا أقول بأنه على الأقل كل هالدماء والتضحيات لم تذهب هدرا، على العكس تماما. أما إذا لم يريدوا الإنصات إلى صوت العقل، أنا أقول بكل صراحة سيخسرون في المستقبل وسيدفعون فاتورة باهظة أكثر من هذه التي يدفعونها الآن. نعم أستاذ طارق، نعود مجددا للحديث عن هذه المواقف الغربية والمواقف الأمريكية على وجه التحديد، وكذلك المواقف العربية. الجميع متواطئ بالصمت أو بعدم المقدرة، بالعجز يعني، أو بالانحياز والانخراط في حرب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. كيف يمكن إعادة الاعتبار لكل المفاهيم وكل الأكاذيب التي نشرها الغرب في العالم، على أنه إحنا نصدر للعالم الديمقراطية وحقوق الإنسان ونحن رعاة؟ حتى السلطة الفلسطينية بالمناسبة يعاقبوها، ألمانيا ستعاقب السلطة الفلسطينية، لن تعطيها قرشاً واحداً، وكذلك بلجيكا وكذلك الدول الأخرى، وكأن السلطة الفلسطينية شاركت في هذه المعركة حتى، يعني هو عقاب جماعي للشعب الفلسطيني لكونه شعب فلسطيني فقط. صحيح، إضافة إلى سياسة التجويع، قطع المياه، قطع الكهرباء، وللأسف هذه جرائم فظيعة جدا لا ترتكبها دول بل ترتكبها عصابات. وبالأصل الكيان الصهيوني هو مجموعة عصابات جاءت واحتلت أرضنا. ما قامت به الدول الغربية كشف مقولة وكذبة ما يسمى بالقانون الدولي الذي يحتمون به ويستعملونه فقط لتحقيق مصالحهم ومآربهم. استعملوه في أوكرانيا ضد الروس ويستعملونه حسب ما يريدون. أما الجرائم التي ترتكب على أرض محتلة، بالأصل الكيان الصهيوني هو كيان محتل، هناك قرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية، عن كذلك عن الكثير من قرارات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان، قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين ما تقوم به أو ما يقوم به الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1947 وحتى هذه اللحظة. مئات القرارات ولا يلتزم بها أحد ولا ينفذها أحد. إذن هذه مقولة القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وحماية حقوق الإنسان وحق الناس بالتعليم والطبابة والشرب والماء والسفر والهجرة والعمل هي فقط تستعمل عندما يريدونها لمصالحهم الغربية وحسب المصلحة التي يريدون تحصيلها. أما عندما يتعلق الأمر بشعب فلسطين، بشعب أرضه محتلة، بشعب تحكمه عصابات وتقتله يوميا تحت الحصار منذ 15 سنة، دولة تم تقسيمها إلى أجزاء، شعبها محاصر، المستشفيات فيها تحاصر، ترتكب فيها اليوم أبشع المجازر، تدمر المستشفيات، 15 مسجد دمر اليوم أو طوال 5 أيام، لا يسمح للمرضى بأن يعالجوا، قطع الماء والكهرباء حتى عن المساجين داخل دولة الكيان الصهيوني، كلها جرائم كبرى وتلقى التشجيع من الدول الكبرى التي تدعي أو التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا. للأسف هذه الدول التي يجب أن تكون هي منارة أو التي اعتدنا عليها وغسل عقولنا فيها أنها هي منارة للحريات ولتحقيق الحرية وللمطالبة بتحقيق حرية الفرد والدولة، أصبحت الآن سقطت أمام هذا الامتحان الذي امتحنها به الشعب الفلسطيني. نعم. الشعب الفلسطيني. نعم. أشكرك لضيق الوقت أستاذ ساري، سنعود لك أستاذ طارق إن شاء الله. أمريكا والغرب وإسرائيل كلهم فشلوا في معرفة وتوقع الخطوات القادمة للمقاومة الفلسطينية، وهم يحشدون الآن ولا يعرفون ما المتوقع. يعني يبدو أنهم سيتركون إسرائيل في لحظة ما وحدها تواجه مصيرها، وهو مصير أسود كما تلاحظ. والمقاومة متماسكة جدا ومبادرة، ولا أقول تنتظر الاجتياح البري، إنما هي مستعدة تماما له. يبدو أن لديها خطة دفاعية بحجم وقوة الخطة الهجومية وأكثر، كما يقول مراقبون عسكريون. أمام هذا المشهد، ماذا تتوقع في مستقبل الأيام القادمة؟ أخرى الحسابات معقدة فيما يتعلق في الأيام القادمة. يعني طبعا
فيما يتعلق بالولايات المتحدة والعالم الغربي. أنا أعتقد أن هذا السلوك يعني أيضا متوقع منهم، يعني بات مؤكدا الآن، يعني علينا أن نتحدث الآن بصورة نهائية وبصورة مؤكدة أن إسرائيل هي القضية المركزية للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم الغربي عموما. كان هناك أحيانا ضيق في السنوات الأخيرة بعد ظهور الثورات العربية وظهور يعني أحيانا قضايا عربية ملحة في البلاد العربية حين الحديث عن أن فلسطين هي القضية المركزية للعرب. الآن تأكد أن فلسطين ينبغي أن تكون قضية مركزية للعرب حينما ثبت بصورة قطعية ونهائية ووصلنا لليقين السافر أن إسرائيل هي القضية المركزية للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم هذا الهلع والفزع الغربي يعبر عن خوفهم عن هذا المشروع الاستعماري المزروع في قلب المنطقة العربية. أضف إلى ذلك أن عملية المقاومة الحقيقة هي لم تستهدف فقط الولايات المتحدة بغض النظر عن النوايا والأغراض، أنا أتحدث عن النتائج في الثمرة، يعني في الثمرة هذه العملية وفي النتيجة ضربت سياسات أمريكية على المستوى العالمي. كنا نعرف يعني أنا جزء أساسي من صفقة التطبيع مع السعودية من أجل أن يمر خط تجاري من الهند بالسعودية بالأردن بإسرائيل ربما في سياق حصار الصين اقتصاديا. الآن ثبت تماما أن أي مشروع تجاري مع إسرائيل هو مشروع تجاري مع دولة مهددة طول الوقت، غير آمنة غير مستقرة، وأي مشروع تجاري قد ينسف يعني في أي لحظة من اللحظات. يعني حتى الهنود حلفاء إسرائيل يمينيون عنصريون ولكنهم أيضا يعني تجار في النهاية، فيمكننا أن نتخيل حجم هذه الضربة. يمكن أن نتخيل الضربة لبايدن الذي أراد أن يعود للانتخابات الأمريكية القادمة ولديه إنجاز يعني يقدمه لللوبي الصهيوني أكبر من الإنجاز الذي حققه ترامب. ترامب عمل الاتفاقيات الإبراهيمية بالدرجة الأولى مع دول عربية في الخليج العربي ليست ذات وزن كبير. أنت الآن تتحدث عن المملكة العربية السعودية، يعني هناك فعلا لطمة كبيرة لمشروع التطبيع الذي كان يعني في النهاية تصفية القضية الفلسطينية، لأن كلنا نعرف ما هو حجم المركب ونوع المركب الفلسطيني في الصفقة السعودية الأمريكية الإسرائيلية. يعني تصفية نهائية للقضية الفلسطينية كان منها مما فيها إدارة مشتركة للمسجد الأقصى، أردنية سعودية إسرائيلية فلسطينية، يعني والفلسطينيون كل هباتهم وكل ثوراتهم وكل انتفاضاتهم ومقاوماتهم من أجل السيادة على المسجد الأقصى الذي هو جوهرة السيادة على القدس والتي هي جوهرة السيادة والصراع على فلسطين كلها. وبالتالي هذا متوقع من أمريكا، ولكن في هناك قضية مهمة جدا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وأنا أعتقد رغم كل هذه العنجهية والصرف الغربي ينبغي أن يفكر الآن أن إسرائيل يفترض أن تكون قاعدة، يعني دولة وظيفية تؤدي دور وظيفي في هذه المنطقة. طب هي إسرائيل كلما ضربت من تنظيم صغير في مثل حركة حماس، يعني بقصد صغير من حيث الحجم وليس من حيث القيمة، يعني من حيث الحجم يعني مقاتلون في بيئة بعتاد بسيط في شريط ساحلي ضيق ومكشوف، تستنجد إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، ترسل حاملات طائرات على شواطئ فلسطين كالذي يضرب قنبلة نووية لشخص يعني عنده مخالفة سير في الشارع. يعني ما يعني الآن إسرائيل ينبغي لهذا العالم الغربي أن يفهم أن إسرائيل عبء عليه، غير قادر على أن تحمي نفسها، فكيف ستحمي المصالح الغربية والأمريكية في ذلك منذ يعني زمن؟ نعم المنطقة. أشكرك جزيلا أستاذ ساري عرابي الكاتب والباحث الفلسطيني، وشكري موصول للسادة الأفاضل أيمن فهمي أبو هاشم عبر سكايب، والسيد طارق شندب أيضا عبر سكايب، والأستاذ إياد القرى الذي كان معي عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. شكرا لكم جميعا. بهذا نصل إلى ختام هذه المتابعة الإخبارية المتواصلة. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لفريق العمل، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.